السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبر أكثر من رائع للنصر المزراوي، بحيث فارق الكانز الأرسنال مهتم بخدمات النجم المغربي وباغين يتعاقدوا معاه في الانتقالات الصيفية. وهذا الخبر نقلته مجموعة من المواقع العالمية بتاريخ 31 ماي، يعني هذا الشيء غير اليوم فقط. فبعد الأزمة الأخيرة ديال المزراوي مع جماهير الأياكس بعد ما ساند القضية الفلسطينية، وهذا الشيء اللي ما عجبش الجماهير، بل أكثر من هذا طلبات الإدارة باش يفسخوا العقد ديالو. وبسبب هذه الأزمة اللي بين المزراوي وجمهور الأياكس، فكيخلي الاستمرار ديالو لموسم آخر صعب جدا. وبالنسبة لاهتمام الأرسنال بمزراوي، غادي نقرا عليكم التقرير بالتفصيل كما جاء ونبداو على بركة الله. بدأ نادي أرسنال الإنجليزي تحركاته للتعاقد مع الدولي المغربي نصر المزراوي، الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة. وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن إدارة الأرسنال تستهدف التعاقد مع نصر المزراوي الصيف القادم، حيث تحاول استغلال قرب انتهاء عقد اللاعب مع أياكس أمستردام من أجل ضمه، خاصة وأن عقد المزراوي يمتد إلى غاية يونيو 2022، ويرغب أياكس في بيع هذا الصيف للاستفادة ماديا من الصفقة. وبالفعل كانت تقارير تؤكد أن فارق الأياكس باغي يبيع نصر المزراوي في الانتقالات الصيفية القادمة. وهناك أخبار أخرى كتقول أن بايرن ميونخ غادي يدخل في المنافسة على المزراوي، خصوصا أنه كان كيتمنى انتداب أشرف حكيمي، ولكن إدارة نادي الانتر طالبة في أشرف حكيمي مبلغ قيمته 80 مليون يورو. وكما كتعرفوا كاملين أن الباير ما عندهاش الاستطاعة تدفع هذا المبلغ، بحيث تقدمت فقط 50 مليون يورو فقط. ولو بالفعل انتقل نصر مزراوي إلى الأرسنال، فبالنسبة لي غادي تكون خطوة أكثر من رائعة. وختاما كيبقى الرأي ديالكم في الموضوع، كيف العادة كنسيل الحماس ديالكم في قسم التعليقات، وكان معكم إسلام ومع السلامة.